التشكيل الحكومي يضم هذه الأحزاب بعدد 24 وزيرا أخرى تم مفاجأتها والتخلي عنها للمعارضة. من شبه المؤكد أن التشكيل الحكومي يسير باتجاه تكتل كلا من الأحزاب الأحرار والبام والاستقلال ب24 وزيرا والتخلي عن أحزاب أخرى نحو المعارضة بشكل مفاجئ، وخاصة الاتحاد الاشتراكي للقوة الشعبية. وفي نفس السياق خرج قيادي بارز في حزب الأصالة والمعاصرة بتصريح إعلامي أكد من خلاله أن هذا الثلاثي الأحرار والبام والاستقلال سيبدأ المشاورات التي ستهم بالأساس توزيع الحقائب الوزارية انطلاقا من الأسبوع المقبل. ستكون باقي الأحزاب السياسية التي حضرت المشاورات خارج هذا التحالف الحكومي. كما ذكرت مصادر إعلامية بأن التوجه العام يسير في اتجاه تشكيل الحكومة من 24 وزيرا، 7 منهم لحزب الأحرار إضافة إلى رئيس الحكومة، و5 لحزب الأصالة والمعاصرة، و4 لحزب الاستقلال، مع الاحتفاظ بالحقائب الوزارية السيادية المتعلقة بالدفاع والأوقاف والداخلية. ويبقى هذا التوزيع ظنيا في انتظار ما ستؤول إليه المشاورات بين الأطراف المتحالفة. كما بيّنت نفس المصادر بأن رئاسة مجلس المستشارين ستؤول للبام في شخص أحمد رخشيشن، ورئاسة مجلس النواب للاستقلال في شخص نزار بركة.